اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حنان عواد بودكاست. في الحلقة المرة دي هقرأ لكم اخر مقالة نشرتها على صفحتي على الفيسبوك. هتلاقوني حاطة عنوان الصفحة تحت الفيديو والمقال بعنوان هشاشتنا النفسية وواقعنا الملفق. وأنا أتصفح خطتي الشخصية لعام 2020 تذكرت أحد أهدافي وهو كتابة مقال كل أسبوع لصفحتي على الإنترنت. وبالطبع لم ألتزم بهذه الخطة الطموحة، وكالعادة شعرت بالإحباط والحنق على نفسي لأنني أضفت إخفاقاً آخر لقائمة إخفاقاتي في الحياة. وبدلاً من تعديل الخطة قررت أن ألتزم بتحقيق هدفي في كتابة 52 مقال لمدونتي. ولأحقق هدفي توجب علي أولاً أن أتخلص من ذلك الإحساس البغيض الذي ملأ قلبي، وهذا الصوت المحايد الروبوتي الذي أسمعه داخلي يذكرني بأنني موهبة منقوصة ما لم أعمل على صقل هذه الموهبة وإخراجها للنور وتحمل طعنات النقد، خاصة من المقربين. بعدها كان علي وضع تصميم جديد ليومي وبناء روتين يومي يمكنني من الالتزام بما وضعته لنفسي من أهداف ومحددات أداء، ووجدت روحي تواقة لبداية جديدة. وتفكيري قادني إلى التفكر مجددا في الروح والقلب وهشاشتنا النفسية، وتذكرت تلك المواقف البسيطة التي مرت بي وأشعرتني ببعض الامتعاض والحنق، مثلما لم أجد الآيس كريم المفضل عندي في متجر المأكولات الصحية، وكان علي أن أقاوم رغبتي العارمة لتناول الآيس كريم في هذا اليوم حتى لا ينتهي بي الأمر بتناول نوع مليء بالسكر على عكس ما قد كنت خططته لذلك اليوم. ثم تذكرت مواقف أعمق عندما أتذكرها حتى بعد مرور عشرات الأعوام أشعر بثقل شديد في أطرافي وحزن عميق في قلبي. ومما زاد إحساسي بالهشاشة النفسية هو ما نمر به ويمر به العالم حولنا في مواجهة جائحة كوفيد-19. في غضون أسابيع تبدلت نشراتنا الإخبارية وصنفت الوظائف في المجتمع إلى صنفين، وظائف ضرورية ووظائف غير ضرورية، وأجبرنا على العمل من منازلنا وأغلقت كل أماكن الترفيه التي اعتدنا ارتيادها واضطررنا لإعادة ترتيب أولوياتنا. ورغم محاولاتي المستمرة منذ أن كنت في 15 من العمر لوضع خطط لحياتي حتى أكون مسيطرة ومتحكمة إلى أبعد درجة ممكنة في مجرى حياتي، إلا أنني أشعر الآن أنني لا أستطيع التخطيط لفترة تطول عن أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، وأننا نخطط لكن توفيق الله هو ما يمكننا من تحقيق هذه الخطط. ويا للغرابة، فبدلا من أن أشعر بالضآلة وقلة الحيلة لمحدودية قدراتي وهشاشتي النفسية، شعرت بارتياح كبير وسلام نفسي وصفاء نفسي. وهشاشة الإنسان ليست فقط نفسية بل صحية ومالية وفي كل منحة من مناحي الحياة. أحيانا تدعونا مثل هذه الأفكار إلى الشعور بالكآبة، لكن في أحيان أخرى بدلا من أن نشعر بقلة الحيلة نشعر بقرب شديد من خالق الأكوان، وبدلا من الشعور بالإحباط نشعر بالراحة
بعيداً عن واقعنا الملفق وصورنا المختارة بعناية المنشورة على الإنستغرام مع الهاشتاج المناسب. ووجدتني أقول لنفسي: الحقيقة الخشنة أحسن من الأكذوبة الناعمة، لأننا عندما نرى الحقيقة يمكننا تغييرها أو تحسينها، بينما إن غرقنا لآذاننا في أكذوبة وواقع ملفق لن نتمكن من الشعور بالألم أو الغضب الذي يجب علينا الشعور به لنجد داخلنا الطاقة التي نحتاجها لتغيير واقعنا. ببساطة، رؤية الحقيقة كما هي يؤهلنا للواقع القادم ويعدنا للمستقبل، وهذا يمنحنا شعورا بالراحة. أفضل قبول حقيقة محزنة على أن أعيش في حالة من الجهل وواقع ملفق مليء بحقائق مكتزأة أو غير مكتملة تشعرني بإحساس كاذب بالسيطرة على كل مقاليد حكم حياتي. فالبراغماتية التي صقلتها في حياتي تجعلني دائما أبحث عن الحقيقة بدلا من إذكاء وهما مطمئنا، فلطالما أعانني فهم واقعي على التخطيط والإعداد والبحث عن راحة حقيقية وسعادة أصيلة تتفق مع ظروفي أنا. ولربما كان هذا هو السبب وراء تفكيري المستمر في الموت. أنا لا أخاف الموت حتى بعد أن انتزع مني أغلى وأحب الناس إلى قلبي، لكن الموت له رهبة وهالة وقدسية في قلبي. الموت بالنسبة لي هو الحقيقة المؤكدة في الحياة، وهو نهاية لا مفر منها، وليس هناك إنسان على وجه البسيطة محصن ضد الألم أو الخسارة أو الموت. ورغم أنه لا يمكننا التنبؤ بما تخفيه لنا الأيام، يمكننا أن نهيئ أنفسنا لمستقبل يحمل جميع الاحتمالات، وهذا سيحمينا من هذه الهشاشة النفسية التي عادة تبدأ بالشعور وكأننا ضحية الظروف، ضحية أشخاص غلاظ القلب في حياتنا، ضحية المولد أو المنشأ. وعلينا دائما أن نذكر أنفسنا أن الحقائق المؤلمة أكثر رحمة بنا من الأكاذيب السعيدة أو الحقائق المزيفة أو الكلمات الكاذبة التي تقال للتسرية عنا. وعلينا أن نتذكر أن ما يعرضه الآخرون ويشاركوننا إياه عادة ما يكون مبنيا على حقائق ملفقة تهدف إلى خلق واقع زائف، وهذه الحقائق الزائفة لن تعطينا أبدا الراحة التي تعطينا إياها الحقيقة العارية. لكن هنا يجب أن نتذكر أمرا في غاية الخطورة، يجب أن نتذكر أن الحقيقة التي أتحدث عنها يجب أن تكون حقيقة نراها نحن، وليست حقيقة يحاول الآخرون غرسها في عقولنا لإشعارنا بالفشل والضآلة. فبرغم هشاشتنا النفسية يجب ألا نسمح للآخرين في تحديد ما يمكننا عمله وما لا يمكننا عمله. فكم من معلم زرع في عقل طالب أنه غبي ولا يصلح لدراسة علم ما ليداري فشله هو كمعلم، وكم من أم أوهمت ابنها أنه لا يستطيع الاستغناء عنها لتحافظ على اعتماديته عليها، تلك الاعتمادية التي دائما ما أشعرتها بقيمتها في الحياة. وكم من زوجة حقرت من حلم زوجها حتى يظل خاضعا لها
لتداري شعورها الداخلي بالنقص. وكم من زوج سفه من آراء زوجته ليشعر برجولة زائفة وتميزا في غير موضعه. فالأجدى ألا نبحث عن الحقيقة في عيون الآخرين، لأنهم ما إلا مرايا مشروخة تعكس لنا صورا ممسوخة. وإن كوننا حقيقتنا من شراذم آراء الآخرين، فإننا نصنع حياة منتهية الصلاحية عاجلا أم آجلا. انتهى المقال. حنان عوض.